فرق كبير ما بين شعور التملك وما بين شعور الاستخلاف. أنا أنفق مما أملك كما أريد، لكني لو ربنا مستخلفني على حاجة أنفق منها كما يريد. ثم فارق تاني لو ربنا استخلفني على شيء يخصني أو استخلفني على نعمة تخص الجميع. وده معنى لازم يستقر جوه قلبك وانت بتتعامل مع نعمة المية. وسيدنا النبي كما في السنة يعلمنا أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. واليوم العالمي للماء اللي بتحتفل بيه الأمم المتحدة يوم 22 مارس بيقول معلومات خطيرة: 97% من المية على سطح الأرض شديدة الملوحة، و3% بس صالحة للشرب، وكل البشر شركاء فيها. وفي 700 مليون بني آدم بيفتقدوا وصول المية العذبة ليهم، فأنت في نعمة كبيرة. وفي 2 مليون إنسان بيموتوا سنوياً بسبب إن مفيش مية نظيفة. المية النظيفة نعمة بينسى الكتير شكرها مع كل بق مية بيشربوه. افتكرت ساعتها ذكر الحسن البصري لما يشرب بق المية: الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا. وقرأت دراسة بعنوان ذاكرة الماء المهدد بالزوال، إن أنت ببساطة كده عارف شدة السيفون دي فيها 11 لتر، ومئة لتر في كل بيت بيستهلك يومياً على غسيل الأطباق، ومئة وخمستاشر لتر في الغسالة الأوتوماتيك في الغسلة الواحدة. هنا فهمت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي علم الناس الاقتصاد في المية: ولو كنت على نهر جار، رغم أن النهر ده كتير قوي لكن اقتصد برضو، لا تسرف في المياه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما عال من اقتصد، يعني اللي هيقتصد هيستخدم النعمة بحالة كده من الترشيد والحكمة، عمره ما يمد ايديه. ما عال من اقتصد ولا يبقي صرف على كثير، مهما كان عندك كتير الإسراف لن يبقي عليه. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول: إني لا أحب أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. والمية أغلى عنصر في الكون. ثلاث لفتات في القرآن أقوى من بعض. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، يعني إحنا مخلوقين من المية. والأشهر منها قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والثالثة اللي فيها ارتفاع لشأن الماء قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إيه رأيك نطبق السنة المنسية في الاقتصاد في المية؟ جرب كده تسد الحوض وانت بتتوضى، هتلاقي نفسك بتتوضى، يعني سد الحوض وبعدين ابدأ بعد ما تتوضى تملى منه كده كام لتر، هتلاقي نفسك تقريبا اتوضيت من 3 ل 5 لتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع 3 لتر، النبي يغتسل ب 3 لتر، والمد ده لتر الا ربع كان يتوضى بيه النبي عليه الصلاة والسلام. وواحد يسأل سيدنا عبد الله بن عباس: كم يكفيني عند الوضوء؟ قال: مد لتر الا ربع. قال: وكم يكفيني للغسل؟ قال: صاع، يعني 3 لتر. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال ابن عباس: قد كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسب معايا حسبة مرتبطة بالوضوء. احنا 90 مليون إنسان في مصر، كم واحد فينا بيصلي؟ أقل التقدير 20 مليون بيصلوا. هفترض ان هم بيتوضوا ب 3 لتر كل مرة، رغم ان الإحصائيات بتقول ان احنا بيتوضأ بأكتر من كده. طب بنتوضى كم مرة في اليوم؟ هفترض بيتوضى 3 مرات في اليوم، بيصلي بعض الصلوات بنفس الوضوء. يعني 20 مليون في 3 لتر في المرة في 3 مرات في اليوم، يعني 180 مليون لتر وضوء. ممكن تقفل الحنفية سنة بحيث بدل ما تتوضى ب 3 لتر تتوضى ب 2 لتر، ضعف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. لو عملنا كده هنوفر في اليوم 60 مليون لتر في عمل اسمه الوضوء. يعني في الشهر يا أيها المصلين المتبعين لسنة النبي هنوفر 100 مليار و 800 مليون لتر مية بس في الوضوء. ابدأ فيها، اقفل الحنفية بس بطريقة بسيطة. ربنا استخلفك على أهم عنصر في الكون هو المية، وطبق ده بقى وانت بتغسل سنانك أو بتحلق دقنك أو بتصبني المواعين. ولو جه في بالك ولا بالك هي جات عليا من الناس كلها بتسرف في المية، يقولك لا، ده ربنا هيسأل كل واحد لوحده، كل إنسان سيأتي يوم القيامة فردا، ودي إجابة ملهاش قيمة يوم القيامة: يا رب جت عليا. أما أنت تتسأل لوحدك. فتعالوا نحافظ على موارد بلادنا وعلى أنهار بلادنا وعلى المية اللي سيدنا النبي كان معدي وشاف واحد بيتوضى في نهر
قال لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار. فاللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، واحفظ نعمتك علينا من الزوال، واحفظنا من الشقاء في الوصول لأرزاقنا.